اخوان كيف حالكم؟ كلشي مزيان؟ تشوفوا من جديد اخوتي. المهم بالنسبه للعمالات غادي نخلي لكم، شوف نخلي لكم ميساج ديال العماله ديال فينيسيا. رانا ارسلت الاخوه لفينيسيا، ارسلت لفيرونا، ارسلت لكازيرتا، ارسلت لفورجا، ارسلت نابولي، روما، بريشا، بيرغامو، الجينوفا، فرارا، ارسلت بزاف ديال العمالات. اليوم مع 8:16 دقيقه الاخوان الميساج هو هذا. 8:16 دقيقه راه داكشي اللي قالت لي بريشا، اللي قالت لي جينوفا، اللي قالت لي فرارا، كتعاودوا فينيسيا. شنو كتقول لي؟ سولت على التوقيت، على الكوطه فين واقفين. بحال كل سنه كنسول كيعطيوني التوقيت والكوطه وكلشي. اشنو قالت فينيسيا حتى هي؟ قالت لك الباترون ولا اللي دار الطلب، يعني صاحب الطلب، غادي يدخل الموقع وغادي يشوفك واش دخلتي الكوطه ولا ما دخلتيش. يعني كلشي في ايد الباترون، كلشي في يده. الا بغات تعرف راسك واش مقبول ولا ما مقبولش، واش داخل كوطه ولا ما داخلش، كيف ما كتقول فينيسيا حتى هي، الباترون خاصو يدخل. كنت نتواصل مع السمسار، مع الوسيط، نيا هاني عندي مع الباترون، كنا كنتواصلوا، نقول له دخل شوف. هو الباترون راه ضروري يدخل يشوف، الوسيط ضروري غادي يسول باش يعرف الدراري ديالو واش داخل الحصه مقبول الطلب ولا لا، ضروري هذا الشيء هذا. يعني الا بغى يعطيك معلومه راه غادي يعطيها لك. ندخل بسبيد، نمشي للطلبات اللي هما ستاتين فياتي اللي هما مشاو ترسلوا، ونكليكي تما على واحد الزر اي زرقاء، هذاك هو حاله الطلب، هذاك هو الزر ديال حاله الطلب، ستاتو دي براتيكا. وطلع ليا كانت بالحمر، ما موجوداش في سبورتيلو اونيكو، يعني راه سبورتيلو اونيكو مازال ما توصلش كاع بالطلب ديالك، كانت بالحمر لتحت. مشات ولات ليا الفوق، كتعطيني ثاني واحد 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 الخانه، كنت تما كنشوف واش دخلت الحصه ولا ما دخلتش الحصه. حتى دابا بغيت تعرف التوقيت، انا ماذا بيا نجيب لكم التوقيت، ولكن راه الباترون بوحدو اللي في يدو الشغل دابا، غادي يدخل يشوف واش دخلت الكوطه ولا ما دخلش الكوطه، دخلت الحصه ولا ما دخلش الحصه. المهم البريفيتورات الاخوان كاملين كتقول لك الا بغيتي تعرف راسك واش مقبول ولا ما مقبولش دخل السيت، ولكن مع الاسف الباترون بوحدو اللي كيدخل، ولا الوسيط، ولا في حاله ما كان عنده سبيد عاطيه ليه الباترون هو اللي كيدخل ويشوف الطلبات ديالو واش تقبلوا ولا ما تقبلوش. وهذا الشيء هذا عارفوا اي وسيط عنده سبيد من طبيعه الحال هو اللي غادي يعرف واش الطلبات ديالو تقبلوا ولا ما تقبلوش. شي واحد راه ما كاينش. انا دائما كنتواصل مع البريفيتورات وغادي نبقى نتواصل مع البريفيتورات حتى شي وحده تعطيني في المثال التوقيت فين واقفين، تقول لي ها فين واقفين في المثال، غادي نتواصل معاهم. وانا كرسل الاخوان البادانتي، وكرسل موديل سي، وكرسل موديل لبي حتى هو، وغادي نرسلو حتى لا كونفرسيوني حتى هو. علاش لا؟ لان خاصنا ضروري نسولو الى عطاونا التوقيت راه مزيان اخوتي. نتمنى ان شاء الله يعطينا التوقيت. وغادي نهضروا الاخوان على المواعيد. بالنسبه للميساج الثاني الاخوان، الناس اللي توصلت بالميساج الثاني عندها تاريخ 21/11، راهم كيتواصلوا مع هاد الناس كيعطيوهم في المواعيد. المواعيد دابا راهم كاينين اخوتي، المواعيد كاينين. علاش ما رسلوش المواعيد؟ غتقول لي ما رسلوش لي انا المواعيد، ومنين انت وانا كنتسنى في الموعد ولا عندك الميساج؟ يلا عند كاين اللي عنده الميساج الاول ولا الثاني ومازال كيتسنى. المهم راه غادي يتواصلوا معكم، كان شي مشكل بطبيعه الحال غادي يقولوا لك اما ما كاينش في السيستم ولا يعطوك الموعد ديالك. نتمنى ما يقولوش لك هذيك ما كاينش في السيستم ولا مزور ولا، ونتمنى انهم يعطوك الموعد ديالك. هاد الناس هادو 21 في شهر 11 عندهم ميساج ثاني، كاين اللي عطاوها الاخوان 22 في شهر 2، كاين اللي عطاو 22 في شهر 2 عندي هنايا، والناس اللي قربوا لهم مواعيد من طبيعه الحال كاين اللي عطاوه 2 في شهر 1 البارح، وكاين اللي عطاوه على حساب اليوم 3/1 4/1 5/1 و8/1 الاخوان. المهم كاين مواعيد على الجهد، هذا الشيء هذا بالنسبه للكونترات. ومن طبيعه الحال راهم غاديين ثاني 7/8 وغاديين طالعين على حساب التجمع العائلي بنو الله وسطى وبالجنسيه، يعني راهم كيتواصلوا. كاين بزاف ديال الاخوان هنايا وكيتواصلوا معايا انا الدراري، قالوا لي راه باقي ما جاناش تقريبا شي شهرين ولا اكثر، باقي ما جاناش الميساج الثاني، وكاين اللي عنده الميساج الثاني ومازال كيتسنى في الموعد. هاد الناس هادو يحاولوا انهم يتواصلوا مع الفي اف اس جلوبال، وانا كنقول تقريبا راه ما كاينش شي مشكل. يعني كون كان المشكل عندك في الكونترا غادي هما يتواصلوا معك باش ما يبقاوش يضيعوا في الوقت، ما يقولوا لك مراجعه صاحب العمل كيف ما كيديروا، يعني ولا الكونترا ما كايناش في السيستم، ولا المهم ميساج خاصهم يتواصلوا معك وربي كبير. كيف ما كتشوفوا الاخوه راه المواعيد كاينين دابا على الجهد بالنسبه للكونترات، وقلنا حتى التجمع العائلي. وبغيت نوضح واحد المساله، هذا الشيء تنهضروا فيه احنا دائما، وكاين الناس اللي هما جداد يلا ارسلوا الكونترات ديالهم، وكيقولوا لهم
كونترا ما كايناش في السيستم، يعني يجب عليك مراجعه صاحب العمل. هاد الناس هادو خاصهم يراجعوا صاحب العمل، الكونترا ما كاينش في السيستم، نعيط لصاحب العمل بالزربه الباترون ديالي الوسيط ولا السمسار، وكتكون اوكي عبر لبيك، كيكون واحد لبيك، وحتى انت كيرسلوا لك ريتشيفوتا الروسي ديالك، هذاك طالب باش بريفيتورا تعطي الاوكي للقنصليه، وانت عندك روسي وكتمشي من بعد ما عندكش مشكل. المهم اي واحد جاتو الكونترا ما كاينش في السيستم، مراجعه صاحب العمل باش يعطي الاوكي للبريفيتورا، بريفيتورا كتواصل مع القنصليه. كنهضر مع الناس جداد، الناس القدام اللي داخلين جروبات وكلشي واللي دافعين وجاتهم ما كاينش في السيستم ولا شي حاجه، راهم عارفين، راه كاين ناس جداد الاخوان عندهم حتى هما هذا المشكل هذا، بايعرفوا كيفاش هذه ما كاينش في السيستم، خاص ضروري الاوكي يعطيها صاحب العمل عبر لبيك، وكيخرج الروسي ويرسل لك الروسي يقول لك ها هو الطالب، حنا راه طلبنا الاوكي من البريفيتورا تعطيها للقنصليه ان شاء الله، وغادي يطبعوا لك ما عندكش مشكل ان شاء الله، كنتمنى ما يكونش مشكل. اما الا كان المزور، كان المدرح، وكان الشركه وهميه ولا كاين شي مشكل تما، فاش كدفع وكل شيء كيعطيك الباسبور تما، اما خاوي ولا طابع لك واحد طابع بان راك عندك الفالسو. المهم ضروري تواصل مع الباترون الا قالوا لك، حقاش كاين الناس اللي هما دايخين دابا ما عرفوا ما يديروا، راه الواحد كيقولوا لي ما كاينش في السيستم، كيدوخ كيعيط للوسيط ديالو، الوسيط ديالو كيورك عليه كيقول لي راه هي هذيك، راه هما غالطين ولا شي حاجه، ولا هو الغلط راه كيوقع ماشي ما كيوقعش، وديجا هضرنا عليه، كانوا تواصلوا من جديد مع الدراري عبر الجيميل ولا في ايميل، قالوا لي راه غلط، يعني احنا غلطنا، واش فهمتوا الاخوان؟ المهم انت جاتك ما كاينش في السيستم، تواصل مع الباترون بالزربه ديالي، نقول له تعطي الاوكي للقنصليه، وانت خارج من باب واسع.